يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسي الخطيب يوم الجمعة نسي الجلوس بين الخطبتين فصارت خطبة واحدة ثم ذكر قبل الإقامة أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ما تكون خطبة واحدة، لازم يبدأ الثانية بالحمد لله والثناء عليه، ما إن كان كلام متواصل إنه يكون خطبة واحدة وباقي عليها الخطبة الثانية، يعيد الصلاة، يعيد الخطبة ويعيد الصلاة، لأن من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، تقدم خطبتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. أما لو أنه خطب الخطبتين قائما ولم يجلس بينهما تارك لسنة، خطبة صحيحة، الصلاة صحيحة لأنه أتى بالخطبتين. نعم.